حديث أبي أيوب الأنصاري عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. لو قال قائل: لماذا خصت هذه الأيام الستة بشوال؟ فالجواب: الرفق بالمسلم، لأنه حديث عهد بصوم وقد اعتاد على الصوم فيكون أسهل عليه. أما ما حكاه بعض المالكية من أنه لو صامها في غير شوال كان أفضل، قال ابن القيم رحمه الله كما في تهذيب سنن أبي داود: هذا غريب وعجيب. ثم إن من الفوائد أيضا في كونها في ستة أيام المبادرة بالعمل والمسابق إلى الخيرات. أما أن تلغى الستة في شوال وتصام في أي شهر آخر، فقد قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أنه لا يمكن إلغاء خصوصية شوال، وإلا لم يكن لذكره فائدة. ثم كما قال بعض العلماء: لما كان صوم رمضان ربما يقع فيه التقصير وتفريط، ندب إلى صوم ستة أيام من شوال لجبر الخلل، فجرت هذه الأيام مجرى سنن الصلوات التي يتنفل بها بعدها جابرة ومكملة.